معلم سكرات الموت اجتني بلحظه من لحظات ما كنت فيها وعيان على شيء. اخوك راكان سكران حمران كنت في تليفون قبل منه بعد هالقصة هاي في تليفون عم بتصل بواحد هي بعد القصة كان مصاري كتير لسه ما اجتني هي الجلطة عم بتصل بواحد كل ما اتصل بصوت بوشي وطالع على راسك وانا نط معها بتصل فيه مصاري الدنيا بالاخير مصاري طبعا اكيد الدنيا مصاري اكيد جيت على الحمام حبكت اول طاسه ماي سخنه اول طاسه ولا ثاني طاسه ما بعرف يا اولانيه ثانيه بطاسه على الجرن مو دوش يعني مو يا زازا يلا بس مير الدنيا كلياتها بلحظه صارت طط 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 وشي عم تندق ايوه طع وجه بدي فز مع احسن ايوه يا لطيف اللهم خففها عني فتحت الباب انا هون قلت لحالي خلاص انا فتحت باب الحمام طبعا يعني نصي صابون ونصي ماي وجأجأة سحبت ناديت لمرتي هي مرتك اللي كنت انت خاطبها يوم قبل ما تنزل نفسها مرتي ايه يعني ما بعرف انا ناديت لها اجي شافتني هيك مبين يعني انه شغلت شلون هيك عم بسحب صرخت بقولت ولي عملنا الو عملنا الو اجت العالم بس لساتك صحيح بس بوعيها وعي ما اجتك مزبوطه لسه انا حقلك كمشت عيوني ضبوا على بعض وتحولت انا شو قلت لحالي بعد ما وقفت هيك روقت شوي حالي شغلة ما رايحة عن بالي إنه جلطة ما في شيء ما يسمعان عنا جلطة ولا جايتك ولا بتعرفها ولا بعرفها ولا وبحيلك وبحيلي وسكرك وخمرك وعم بديك عرضه لأكل لي بصرياتي والله إيش يا أخي كل تعال إيش حطني بين السيارة وروحت هون في اسم المستشفى تبع العينية ما فيني الدكتور خذوا على المستشفى رحت على دكتور عينية أول شيء هو مستشفى هون هي مستشفى عينية رحت على المستشفى هاي اللي خذوا على المستشفى ايوه عمل ليش؟ ما شو في قال له روح هذا تحكي روح روح على المستشفى كتب له قلت له يعني شو أنا مستشفى قلت له صاحبي فيها قال لي على قد معك شو معك مصاري حطه ايوه يلا طيب يعني على هو مصرياتك روح خبري على المستشفى روح هذا بالمستشفى رحت على دار الشفاء هاي شو وضعه مالي حلو؟ دفع بس حلو يعني منيحة مركبتها منيحة دار الشفاء معروفة ما بعرف أنا نزلنا على الإسعاف بدنا دكتور قال اسألوا عن الدكتور عصبية سألنا على دكتور إجا عصبية إجا شافني قال لي بدك أنت داخلية عصبية تمام عصبية وداخلية عصبية اجت الدكتور داخلية عصبية بس معناتها الحمد لله مو جايتك قوية مثل ما عم تحكي أول بال أنا حقل هي بالنسبة لك قوية كثير أوكي أنا حقل كمل لك الموضوع أنت مالك عرفان اجت هذا داخلية إيه حطوني على شو اسمه على رنين مغناطيسي هي صورة رنين مغناطيسي شو بتساوي هاي؟ طبقي محوري وما طبقي محوري قال لي نزيف دماغي يا إلهي وقال لي نزيف دماغي بلحظتها نشف نشف ما تحسن تأخذ تبلعري طبعا نزيف دماغي طبعا أنا سمعان عن نزيف دماغي ما الله أكبر واحد بحادثة مثلا عنده
دكتور اكل وحى قويه كذا اجى راسه على الصيف صار معه نزيف دماغي. بس هي من شد اعصابك اجتك يعني قالوا لك ولا في شو؟ والله ما بعرف. ما قالوا لك؟ اجت وراحت وما حدا حلل لي اياها. اجت وراحت بس هلا ما هلا النزيف الدماغي على حسب قوتها هي ما بتترك اثار بالراس. تركت اثار، تركتنا ايد ورجل هيك فتره، قعدنا بالمستشفى بدهم يفتحوا لي راسي. نعم الله اكبر. لك لحظتها بساعتها بدهم يفتحوا لي راسي بقى عم بيضحكوا دكتورين يعني انا حطوني بالشو اسمه بغرفه ال شو بيقولوا لها هي؟ الانعاش تكون لك العمليات لك لا هي المركزه هي المركزه العنايه المركزه اول عنايه مشدده. دكتور عم بيقول عم بيشوف دكتور عم بيقول له عم بيحكوا مع بعض هي ما انا عارفانين انه انا بوعي واحد عم بيقول للثاني هذا رايح شو رايح؟ قال له نزيف دماغي رايح. شو رايح؟ قلت له تعال اقول لك شو مين رايح؟ قال لي انت وعيا؟ الحمد لله، الحمد لله مجايدك قوية كمان. الحمد لله، شو الحمد لله؟ الحمد لله، واحد عم بيقول للدكتور للدكتور انه هذا رايح. شو عم تحكي انت؟ ايه والله. شو قليلة يعني؟ والله لا يوقفنا فيها يا رب العالمين، ولا بحب. وقد ايش صار لها القصة يا سنة. سنة. ولا شو حاسس فحطة من وراها؟ جيبلي شاي شاب شاي حاجتك يا زلمة شاي او شبه وشون حاسس جسمك صحتك ولا اي حاجة بعد منا يوسين؟ هلا؟ ايه والله صار لي سنة يعني هلا انا بصلي شي شهرين يعني فزيت على حالي يعني ولا ايوه ولا كانت على طول بشكل دائم يعني انا عم بعاني ما بس انا ارفع راسي ايوه دورنا هذا بل لا ما انا عندي مليون فيلم ما بدي معلش معلش انا بصورك هنا انا بصور ال على كرسي القعده هي شوف هذا توريك صوره ابنه تبع لبسي الله يخلي له اياها جاي شاي شاب شاي لا انا ما بدي شيء لا 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 ما بدي شيء احلى ابركان احلى ابركان البرد بس لا ما بتغير وصف لي اياك مهيب وخلي يسمع يعني بدي ورجيه ليفل كبرك كثير لا ما كثير والله مو ما في غير للشباب والعرسه من كثر ما حششت انا